المكان دمشق باب شرقي، الزمان الحادي عشر من تشرين الثاني عام 2013، الهدف المزعوم الحرية. أداتها قذائف هاون تسلب ضحكة من وجه بريء للأبد، وتغمض عيونهم التي يسكنها السلام للمرة الأخيرة، وتطفئ آخر شمعة من شموع سنوات عمرهم القليلة، وتزرع حرقة الوداع الأخير في قلوب أمهاتهم. ذنب هؤلاء الصغار الوحيد أنهم أتوا لمدرستهم ليكونوا أهدافاً لأحقاد قذائف الهاون التي أطلقها مدعو الحرية. أجراس الكنائس قرعت حسرة لوداع أطفال بعمر الزهور، طرقات دمشق القديمة غصت ألماً من دماء البراءة أمس والمشيعين اليوم، فهي اليوم تودع أربعة من صغارها إلى مثواهم الأخير. الحروف خجلة، الكلمات تبقى صغيرة، الجمل تقف عاجزة عن إيصال معنى أمام لوعة الأم التي فقدت طفلها، وألم أب اكتوى بفراق طفله، وحرقة عائلة فقدت غاليها. صغار قدموا لمدارس العلم ليحفظوا دروسهم، ولم يعلموا أبدا أنهم سيكونون الدرس لكل صاحب ضمير، لأن دماء الأطفال حرام، فعنوان ثقافتهم العريض ابتسامة للا شيء، ابتسامة للحياة فقط. غادروها إلى الحياة الأفضل، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. ماتيلدا كربوج، الإخبارية السورية، دمشق. الله معك، الله معك، الله معك.